قررنا باش ان هذه الجمعيه تحول الجمعيه جهويه باش ندخلوا معنا الناس ديال الجهه التوجيهات ديال ساماجيستي محمد السادس الله ينصرو الجهويه باش انه الجهويه اليوم حنا محتاجينهم باش تقدم السياحه ونشتغلوا معهم في مصلحه عامه في جميع الجهات. وهذا هو اللي جعلنا السبب ديالها اللي جعلنا باش اننا نحولوا هذه الجمعيه الى الجمعيه جهويه، لان الجهه هي اليوم كتساهم في الاقتصاد وتساهم في العمل وندخلوا معنا المطاعم ديال تفروت كتعرفوها مدينه تفروت مدينه سياحيه، انتم كتشوفوا الناس ديالهم هنايا جاوا، ومدينه تيزنيتا هي مدينه سياحيه كتعرفوها هما الناس ديالهم جاوا، طاطا هو تهي جهه جنوبيه اللي هي انها فيها مسائل اللي الناس السواح كيبغيو كيمشيو ليها وبغينا نخدموا معاهم في هذا الاطار. تارودان تراك راه ما خافياش عليكم، ها هي تهي حاضره معنا اليوم. اذا هذا هو سبب اللي حنا اننا قلنا ناخذوا هذه الجمعيه بلا ما نديروا مازال حوايج في الجمعيات اخرين. عرضنا على الناس ديال هاد المدان اللي كله كتسمعوا في هذا القالم باش يجيو يحضروا معنا، انتم شفتوهم حضروا معنا، واليوم راه سمعتوا الانتخابات وسمعتوا الناس وسمعتوا الناس ديال المكتب وسمعتوا الناس، حنا درنا هذه المسائل الديمقراطيه والشفويه راه سمعتوا كل شيء، وراه الناس انتخبوا علينا عاوتاني رجعنا رئيس الجمعيات الجهويه لسوس مسا، وهذا شرف كبير لنا بان سماجيستي شرف على هذا الشيء وبان حنايا. هذا هو السبب بان دابا كنطلبوا الناس نتعاونوا مع لي جون ديال لي كرياتور دي ريستورون دي زوتيل دي ميزون دوت. شاك مدينه كيفاش هي اللي كيفاش غيكون فيها خلق المطاعم خلق اوتيلات في التوجيهات الساميه ديال سماجيستي اللي هي هذا، والمساهمه ديال لي بونك للدعم ديال لي بونك اللي دايره عن لي زانتيري في ثمن اقتصادي باش ان لي جون ديالنا اليوم اللي حامل اللي عندهم دي ديبلوم واللي خارجين دي زانفيستيسمون وكذا باش انهم يخلقوا مناصب شغل ان شاء الله غادي تخلقوا. وكتعرفوا المطاعم راه هي اللي كتخلق مناصب الشغل اكثر من اي حاجه، وكنتمناو لي جون باش يجيو، وحنا هذا هو الدور ديالنا باننا حتى حنا نساعدوهم في هاد لا بروفيسيوناليزم اللي عندنا في هاد الحرف بهاد التجربه اللي عندنا نساعدوا هاد الناس هما باش يزيدوا لقدام باش يخلقوا لنا المطاعم اللي كتبغي اللي كيبغيو السواح في جميع المناطق ديال اكادير جهويه. ياسر شهامت مدير فندق اللوزة تفروت، حنا جينا اليوم لهذا الاجتماع ديال الجمعيه المهنيه ديال ارباب المطاعم والمقاهي ديال اكادير اللي بالمناسبه في هذا الجمع العام تصادق باش تولي جمعيه جهويه وتمثل يعني جهه سوس ماسا، وهادشي جاي تماشيا مع الخطاب ديال صاحب الجلاله اللي جاي في اطار الجهويه المتقدمه والموسعه واللي جاني في اطار النموذج التنموي الجديد وهاد الديناميك اللي كيعرف يعني الجهه ديال سوس ماسا. هاد الجمعيه اللي مكلها يعني تدافع على الحقوق ديال هاد المهنيين، وكنتمنوا ان شاء الله باش تمشي يعني قدما لتخدم مصالح ديال المهنيين ديال هاد القطاع. عثمان ميسو مطعم الهدى طاطا، اليوم تنحضر بصفتي مهني في الميدان ديال المطعم في الجمع العام التأسيسي للجمعية الجهوية لمهني المطاعم بجهة سوس مسا. هذا الجمع العام اللي في الحقيقة شهد واحد التحول من جمعية إقليمية ديال أكادير إلى واحد الجمعية جهوية اللي غتضم إن شاء الله ونتمناو جميع الفاعلين في ميدان المهنيين ديال المطعم. هذا الجمع العام في الحقيقة اللي غيعطينا واحد الفضاء لتبادل الخبرات للتنسيق للتواصل في هذا الميدان. كلنا تنعرفوا الإكراهات ديال الميدان، كلنا تنعرفوا المسؤوليات اللي تتحط على عاتق يعني أرباب المطاعم، وبالتالي هذه الجمعيه ان شاء الله غتشكل واحد من بين الاليات لحل حاله مجموعه من الاكراهات ديال العاملين ديال 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 المساله المساهمه بجديه وبفاعليه في النهوض بالتنميه المحليه في خلق فرص الشغل في التنميه السياحيه بالمنطقه. طاطا في الحقيقه واحد المنطقه اللي هي ان شاء الله صاعده
ومنطقه اللي تتعرف واحد النشاط اللي بدا ان شاء الله في الميدان ديال العنايه بالشباب، العنايه بالمقاولات الصغرى المتوسطه في اطار الديناميه الجديده اللي نصها صاحب الجلاله نصره الله لما يتعلق بدعم المقاولات الصغرى والمتوسطه. سنتمنى ان شاء الله النجاح والتوفيق لهذه الجمعيه، ولنا الشرف الحق باش نحضروا مع هذا القيدومين ديال المجال ديال المطعمه على المستوى اكادي، ونتمنى ان شاء الله هذه الخبره تنزل للمناطق ديالنا طاطا تالودان تيزنيت تفراوت الى اخره. السيد خلوق عبد الاله صاحب مطعم جاردينو باكادير، النائب الاول السيد محمد قول حسن اللي هو الرئيس ديال الجمعيه المهنيه لارباب المقاهي والمطاعم ذات الصبغه السياحيه باكادير. هذا الاجتماع اليوم تنظن بان سمعتوا النقاش فيه، لان كانت عندنا واحد الجمعيه اللي منذ 1982 وهي كتمارس في اكادير، واليوم ناقشنا وصوتنا على قانون اساسي باش ترجع هذه الجمعيه من جمعيه اقليميه ديال اكادير لجمعيه جهويه، تماشيا مع تعليمات صاحب الجلاله وما جاء في الخطابات ديالو الله ينصرو، تماشيا مع الجهويه المتقدمه اللي كنطمحوا اننا حتى حنا نساهموا في التنزيل ديالها على صعيد جهه سوس مساء اللي كانت هي سباقه في السياحه على الصعيد الوطني. وكلكم كتعرفوا بان جهه سوس عندها من الكفاءات ما يكفي باش ترزع للرياده ديالها وباش تعطي اكثر مما كيعطيو مدن اخرى في هذا القطاع ديال السياحه وديال المطعمه. تنتمنى ان هاد الجمعيه اللي تحولت من جمعيه اقليميه لجمعيه جهويه انها تعرف كيفاش تدافع على اصحاب المطاعم، وتعرف كيفاش تواصل مع السلطات ومع جميع الممثلين ديال المؤسسات ديال الدوله.